سلام صحبتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وحشتكم بزاف، هانا رجعت لكم. جيت لكم احسن فيديو عندي في القناه، هو الفيديو ديال شاين ولا لي هول ان جينيرال، كاع تعجبوكم. المهم كتشوفوني مره كنشوف هنا ومره تماك، لاني كندير فيديو ليوتيوب في نفس الوقت. بغيت ندير واحد الميني فيديو للتيك توك بالنسبه للناس اللي ما كيتبعوش يوتيوب كيتبعوا تيك توك اكثر، وان شاء الله بقى تماك نحاول نقيس لكم الحوايج ولا ندير لكم التنسيق ديال النهار. حتى اليوم نفس واحد البسه عجبتني نحطها لكم تماك في تيك توك، مثلا كي كانت على الموديل. المهم عندي افكار هكا كيكونوا شويه سريعين باش نديرهم في تيك توك. يادرا ما عندكمش تيك توك ديالي، راه تيك توك ديالي هو اسرار بيوتي، تبعوني فيه وصافي حبيباتي. دابا سي غادي نوريكم شنو من الحاجات اللي خديت هاد المره. خديت حاجات غزالين غزالين، انا متاكده 90% انه غادي يعجبوكم. انا دابا بلا ما طيح هادشي نحيدو من هنايا مورايا ونبدا نوريكم. اول حاجه غنبدا بها هي هذه اللبسه قبل ما ننساها، لانه ديما كانت داكشي اللي لبست. خديت هذا نتا الخرسي، هذا كنظن خديت فيه الاكس ال ولا ال، المهم سينو غنخلي لكم هنايا الطاير. وهذا الخرسي هذا الصراحه حمقني، انا ما توقعتش يجيني بحال هكا. عجبتني الصاله ديالو لانه ما جاش مزير، جا كما كتشوفوا بحال هكا يعني مطلوق، وزوين الخيط ديالو، ما كتحسوش داك الخيط اللي كيكون سخون بزاف، ويعني كيسخن يعني فهمت، داك الخيط زوين. انا عجبني بزاف في هاد لي ديطاي هنايا ديال اليدين هادو، شوف بحال هكا البنات، شوفوا الكول ديالو كيتطوى، شوفوا شحال كبير، تقدروا طوي عليه جوج كما درت انا. وغزال صراحه الله كما قلت لكم كيجي مريح في اللبسه ديالو. الطول ما طويلش بزاف، لهاد قربت انا الكاميرا لانه ما طويلش بزاف. تقدروا تلبسوا مع جيلي ولا كيما عجبكم، مع فالده ولا باش ما بغيتوا. اللي عجبني كما قلت لكم فيه هو انه جا مطلق، ما جاش لاصق. الحاجه الاخرى اللي حبيت البنات هي هذا، حتى هو خرسي هذا. شوفوا البنات كيف كيجي، كايحمق، شوفوا كيجي نقبيب. هو راه كسوه طويله صراحه، كيبان لي غادي يجي زوين. المهم غنقيسو غادي تشوفوه كيفاش كيجي من البوز. هي بحال هكا صراحه زوين، عجبني بزاف. هذا البنات كانت فيه طايه اونيكا ليربي، خديت الاكس ال. وفي هادو البنات راه كاين عيب لكم واحد بحالو قدرت عليكم، تاكدوا خصهم يكونوا فيه الطايات، لانه كاين واحد فيه طايه اونيكا في هاد ستين نيت، وكاين اللي فيه الطايات. انا بقيت كنقلب حتى لقيت هذا اللي فيه الطايات وخديت الطايه اكس ال، وصراحه كنظن غادي يجيني هو هذا. المهم تنقيسو نوريه لكم. دوزو البنات هاد الحاجات، الحاجات ديال الدار. ديزا البنات هاد الباك هذا ديال الفخامات اللي كيجي، كتجي وحده زوج اي ثلاثه، يعني كتجي وحده بالقهوي وحده بالكري. هي السروال ديالها غير السروال ديالها نحطها كيتصب، لانه لبستهم صراحه مريحين في اللبسه. وهذه اللي هي بالبيج، شوفوا البنات كيفاش دايرين، غزالين رطبين، التوب ديالهم رطيب، مش حاجه سامبل. فيهم هنايا لاكوم، فيهم هنايا لاكوم البنات. بالنسبه للبنات اللي كترضعوا هادو راه كيتفتحوا صراحه، انا عاونوني دابا مع الرضاعه والله العظيم. والسروال هذا كيجي بحال هكا، تا هو في لاكوم من هنا من تحت. التوب رطب البنات، انا نقرب لكم باش تشوفوا رطيب غزال البنات. اللي عجبني فيهم البنات هو كما قلت لكم كيجيو سامبل، تقدروا تلبسوا مع البنوار ديالكم وصافي، ولا تقدروا ديروا غير النعاس فقط. مثلا كاين البنات كيعجبهم يديروا بيجامات خاصين يعني للنعاس، كيبغوا ينعسوا كيبغوا يلبسوا شي حاجه مريحه. عجبوني اللي عجبني اكثر هو انه كيجي الباك وفيه الوينات، يعني كيجيو مع كل شيء، الكري القهوي وهذا البيج هذا، كيجيو مع جميع تقريبا البنوارات وداكشي. انا غنوريكم البنوار اللي خديت باش نقلبسوا معاهم البنات. خديت طايه اكس ال يعني في الباك كامل، وخديت البنات هذا البنوار هذا نلبسوا معاهم الصراحه غزال. اللي جابني لابسه كيسولوني كيقول لي منين جاك يعجبو، صراحه زوين. كيجي بحال هكا، شوفوا الكوام ديالو كيفاش كيجيو البنات، وكيجي بحال هكا. المهم انا نقيسو لكم ونوريه لكم كيفاش كيجي. شتو كيجيو فيه بحال فريفرات من هنا صراحه، كون ديرو غير سامبل من تحت ولكن ماشي مشكل، واخا هكاك جا زوين عجبني انا. هذا البنات خديت فيه الطايه الي وجاني هو داك، صراحه زوين. انا نقيسو لكم مع البيجامات باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، صراحه كيجي كيحمق طويل مستور وسخون صراحه، شي حاجه غزاله كنصحكم به. والثمن ديالو يمكن راه بطولي هذا الا ما سالاش من ستوك،
فلو زعما الجوله ديالو غزاله لان كما قلت لكم كنت كنستعملو غير رجعت كل حاجه لبلاصتها باش ما ننساش وما نوريكمش كل شيء. بيرو حتى لبسوا هاد الايامات وسخون كما قلت لكم عجبني. ونبقى نفس الملابس ديال الدار. كنت هاد الباك هذا ديال 3 سراول هانتوما كيجيو 3 جوج كاملين. كيجي الكري فاتح كيجي الكري مغلوق بحال هكا وكيجي هاد اللون هذا اللي هو النيود كما كتعرفوا هاد اللون كنحمق عليه. ومن الداخل شوفوا البنات كيفاش كيجيو سخانين. هادو تقدروا تلبسوهم في الدار ولا على برا شفتوا يعني انا خديتهم على حسب يعني بحال هذا نقدر نخليه لبرا بحال هكا مع قبيه هو هاد الكري مغلوق برون مفتوح ما نعرف ما جينيش زوين على حساب الخرج ما على حسب لقيت شي قبيه تجي معاه زوينه سينو هادو يمكن نخليهم للخروج حقاش عجبوني كما قلت لكم سخانين خصوصا بحال هكا بغيت نتمشى ولا بغيت ندي داني المدرسه ولا نجيبها يعني مريحين في اللبس. المهم انا نقيسهم ونوريكم كيفاش كيجيو. البنات الاكس ال وجاوني هما هادوك يعني يقدر كون خديت دوبل اكس ال يجوني حسن كما قلت لكم انا كيعجبوني كيعجبني ناخذ حوايج كبر مني. الحاجه الاخرى اللي خديت للدار البنات هي هاد البانطوفا هادي كتجي بحال هكا صراحه كتحمق البنات كتحمق بحال اللي صبات في الدار. واللي زوين فيها هو انها سخيخنه شوف بحال لابسين صابو من داخل سخون ماشي صابو صباط شوفوا من تحت كنديرها بحال الصباط هذه يمكن انا خرجت بها تجي تبان عادي ماشي ما تبانش بانطوفا شفتوا يعني قاصح السميله ديالها وداكشي وزوينه صراحه سخونه قيستها انا خديتها البنات في هذه 40 وجاتني هي هذيك جاتني خوسته وعجبتني عجبني السيت ديالها صراحه عجبتني اكثر ما فاش شفتها في يعني في السيت فاش وصلتني عجبتني اكثر جاتني يعني بحالي ما بونيتا وانتوما كي جاتكم. المهم غزال انا غنلبس هذا دابا نسخن بها رجلي جيت لبست هاد ابروكيس هاد الكسوة هادي ولا هاد البيستيلو اللي كيجي بحال هكا شوفوا شحال زوين كيجي الكول ديالو طالع شفتوا كيجي هذا بحالي زعما ملبوس تحتو ولكن نور ملاصقين كيف ما كتشوفوا كيجي معاه الحزام ناحيه الجوده راه هاد ديال البنات قطيفه رقيقه بير ما كتبانش قطيفه في اللبس صراحه كيجي زوين في اللبس البنات ما عرفتش وحده فيكم شراتو غير من هنا من الفوق خيط ومن التحت ومن تحت ومن الكمام قطيفه وهنايا خيط عاوتاني. المهم غزال غزال في اللبس انا غنلبسو تشوفوا كيفاش جا ملبوس. وفي هاد البيستيدو البنات خديت الطايا الي وكيما قلت لكم كنظن غيجيني هو هذاك صراحه باقي هذا ما قيستوش بيرو ما خديت واحد اخر بحالو نوري لكم تيشبه ليه قهوي جاني هو هذاك. واللي عجبني في هذا كما قلت لكم هو انه ما تحتاجوش تلبسوا بودي من تحت يعني هو اصلا مغطي مخير زعما. المهم نتوما تكونوا شفتوا كيفاش جا ملبوس وردوا عليا كي جاكم انا عجبوني الصراحه هاد البيستيدوز. الاخر اللي قلت لكم كيشبه لي هو هذا البنات يشبه لي ولكن ماشي بحالو حقاش لاحظتوا الخيط شوفوا الخيط ديال هادي كيفاش داير من الفوق داير واحد الخيط مختلف من هنا بحال بحال سامبل ولكن من هنا نو وهنا ثاني نفس الشيء هنايا شويه الخيط وهنايا قطيفه وقطيفه وجاو الحزام كما هذا البنات خديت اكس ال وجاني هو هذاك هذا قيستو وتصورتو غير نخليكم الفيديو كيفاش كيجي صراحه كيجي كيحمق وكاع البنات شفتوني لابسه سولتوني عليه زوين حتى كما كتعرفوا هذا الكولور هذا الكولور هذا دارج على الموضه بزاف يعني كيما حاد تلقاوه كيتباع في اي ماركات يعني دايرين هذا اللون هذا لانه دارج بزاف على الموضه صراحه مازال كنشم في البرفوم اللي كترشى. ندوزو للكسوه الاخرى البنات هي هذه اللي كتجي بحال هكا واعره البنات هذه في اللبسه عرفتي كيف كتجي هذا قيست انا. المهم هي كتبان بحال في شكل مع فيها كما كتشوفوا هنا جا بحال حرير ومن بعد هنا بحال مبرى. المهم كتبان في شكل ولكن في اللبسه تجي واعره 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 البنات ديال شوف شحال طايح بحال ديال شي برينسيسا جاوديني فيها هذا كبير بزاف ملي كتكون لابسينها بحال لابسه زعما واعره واعره نقيسها لكم وتشوفوها كيفاش كتجي واعره يعني صراحه البنات ملي كتشوفوها يعني اصلا كت الموديل لابسها كتجي واعره ومني قيسه صراحه حمقاني هزتها في يدي زعما جاتني في شكل مبره مع هاد الثوب وخرجتها ولكن شفتها انا بعيني جاتني في شكل ولكن قيستها عرفتو كي كتجي واعره 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 يعني كما قلت لكم المناسبات وداك الشيء غتلبسوا شي حاجه اللي تبان كلاس. وكما قلت لكم اللي عجبني اكثر هو الفصاله الفصاله دير واحد الفصاله اللي هي ديال برينسيس. المهم نقيسها ونوريكم كيفاش جات. بالنسبه للطايه اللي خديت 0 اكس ال جاتني هي هذيك خوسته. في البيجامات باقي ما كملتش صحابي كملت خديت هاد البيخامه هادي هاد البيجامه اللي كتجي بحال هكا انا كان كيحسب لي التوب ديالها في السيت حرير صدق مبرى بر عجبتني حسن ان هاد الوقت هذا سخو بغينا حاجه بحال هكا شويه دافيه. المهم كيجي مبرى سروال وكيجي
هادي بحال الفوق ديالها كيجي بحال هكا بحال هكا. لكم نشوفوا كيفاش كيجي. هذا كيجي بحال ديك المهم هنا مرة نشوف كي كتجي. هذه طويلة البنات اللي بتمشي بيجامة مستورة هانتوما رطبة اديماس مريحة. خديت فيها البنات الال واخا خديت الال جاتني كبيرة. نورمالمون البيجامات كنخدمهم اكس ال بيجوني هما هادوك. هادي خديت فيها الال وجاتني كبيرة. لهذا هاد البيجامة بالضبط راه كاين فيهم اللوان، كاين فيهم يمكن هاد اللون الزرق والخضر والكرونة ولا ما عرفت هاد اللون والكرونة. المرة الجاية ان شاء الله غناخد الكرونة حقاش عجباتني، غير هي ناخد الام. يعني خصكم تاخدو من طاية حتى لجوج قلل من الطاي ديالكم وركزوا على القياس باش تعرفوا شنو. الحاجه الاخرى اللي حديتها البنات هي هذا المونطو. هذا ثقيل ثقيل البنات ما نعاودش لكم، هو طويل بزاف وتا هو الصراحه ما عقلتش من ضيق. خديت الايكو خديت فيه الام حسن. المهم هو البنات ستيل ديالو زوين، غير هو كيبان كبير، هو ستيل اوفر سايز. الا ما كانش يعجبكم هذا الستيل ما يعجبكمش هذا المونطو. اللون ديالو كيحمق لي ديتاي ديالو. المهم انتم انا نقيسو ونوريه لكم كيفاش كيجي. حسن ثقيل ثقيل ثقيل، بنتو موندو ثقيل نضحكم بهذا ضروني كتافي. وكتجي معاه الصمطه ديالو، اللوين كيحمق هذا اللي قلت لكم انا كنحماق عليه. وصافي اللي كنتو كتقلبوا على شي مونطو البنات طويل زوين كاليدات مزيانه نضحكم بهذا. انا غنقيسو غتشوفوا كيفاش ملبس باش تعرفوا يعني واش عجبكم الفصاله ديالو. دابا هذا القطان، انا دابا هادو هو الثلاث فقفات اللي عندي من شاين. بغيت ندير لكم واحد الفيديو خاص يعني قصير في تيك توك ديال الملابس يعني تقليد ديالي في شاين. لهذا هذا هو الثالث ندير لكم فيديو ان شاء الله. شوفوا كيفاش كيجي القفطان، كيجي ستيل اوفر سايز شفتوا صراحه مريح غايبه اللبسه. يعني هذا بحال اللي كانت عشي مناسبه شي عيد غادي عند شي حد هكا عروضه شي اسبوع بغيت حاجه خفيفه مزوين خفيف ضري بحال لبسه الدراعيه. كيجي مع الحزام ديال الذهب ديال الذهب ديال لولو دابي ديال الدم. نقول لكم كان ديال الدم نشريو 10000 قفطان باش يجينا هذاك. ديو شي عيال البنات وصافي كما كتشوفوا الصراحه الحجر ديالو كيبان كيبري زوين. المهم انا نقيسو ونوري لكم. الحاجه الاخرى اللي خديت هي هذه عباره على قميجه اللي كانت بانت لي في التصويره نصحابها قهويه يعني طوطال ما فيهاش زعما هاد الكوادريتوس هذا تمني وصلتني وصلتني بحال هكا ولكن زوينه صراحه. هي تا هي كبيره اكثر من القياس ما عرفت مالي هاد المره حسيت براسي بحال الحوايج وني كبار بزاف ولكن انا تعجبني هاد الستيل. غير هو هادي كنت بغيتها تجيني شويه ما تجيش تاني اوفر سايز بزاف. خديت فيها الاكس ال كان علينا ناخذ الال. مي هذا هو اصلا الستيل ديال هاد القوامج كيتلبسو هكا كبار. هي كون خديت الال يمكن غتجيني حسن. المهم انا نقيسها وتشوفوها وقولوا لي كيف جات. بالنسبه للكاليداد واعره، الفينيسيون واعره، شي حاجه توب. هذا الاخرى اللي خديت هي هذا، هاد الكابا البنات خديتو لماما صراحة غزال عجبني. يمكن نديرو ناخد ليه واحد اخر لي انا حقاش جا ساهل في اللبس. شوفو البنات كديرو بحال هكا بحال هكا اي بحال هكا صافي وكتخرجو ولا بطريحو في السطيح ديالكم ولا في الجريدة كل واحد شنو عندو ولا في البالكون وبيطبعو عليكم شحال في كتافكم. ماما تعجبها تلبسهم هكا مع الحوايج ديالها في هاد البرد هدا كيدفيو ليها كتافها. وصراحة خديت ليها هذا وجاني مع واحد الجلابه عندها بحالو ما كنتش عارفه واش غادي يجيكم زعما كيشبه الجلابه شفت الجلابه وصافي وعجبني الصراحه. دابا غندوزو للحاجات اللي خديت لبنياتي. خديت اللايل خديت ليها هاد الكسيوه هادي اللي كتجي بحال هكا شوفوا مونو هذا الربيع هذا ولا مون هي ماشي سخون وماشي بارد هي الربيع بحال هكا شوف شحال كيوت. وكيجي الطريبيش ابار بيتي خديت منهم صراحة عجباتني الكاليتي ديال شين والله البنات زوينة يعني في هاد المونوز ديال الخيط كيجي بحال هكا شوفوه بصديفة من هنايا. أنا غنلبسو ليها ونوريكم كيفاش كيجي صراحة كيجي كيحمق شوفو سو كيوت. عندهم ديال الوليدات وديال البنيات. خديت ليها البنات 73 وبنتي أنا طالعة في 5 شهور يعني باش تعرفو ما صومانو سكاندنسي غادي يجي قدها. الدانية خديت ليها بينوار اللي هي اللي زعما بغاتو عجبها عطاتها تختار كانوا بزاف كانوا بلون واحد. انا ما عارفه ما كنحملش الالوان ما عنديش انا مع الالوان بزاف وهي عجبها هذا كنحاول معها باش تاخذ واحد غوز كامل ولا باج ولا هي عجبها هذاك صافي ما ندخلش في الذوق ديالها انا ذوقي بوحدو ذوقها بوحدو صافي وخدات هذا. شوفوا شحال ديال الالوان هو صراحه زوين البنيات يعجبهم. شات فيه كره الثون نيس الروسا فيه خلاص اونيكورنيو كنت باغا ناخذ واحد اونيكورنيو ولكن الروسا هي عجبها هذا في هاد الالوان صافي. شوفوا من هنا صراحه غزال وسخون
كيبقى البنات هاد الصيفه من هنايا كتبقى مجموع عليهم هنايا العنق باش ما يدخلش ليهم البرد تيبقاو يعني مجموع ماشي بحال وصافي من هنا راه كيتجمع بالحزام وفيه جويبات صراحه غزال غنقيسو داني ونوري لكم هذه اول مره ناخذ ليها هي من هاد البيجامات اللي كيجيو باك صراحه هاد الباك اللي ولاو كيديروا شي زوينين كيجي باك فيه جوج بيجامات خديت ليها يعني ديال الربيع ماشي ديال البرد ولا ديال هاد الوقيته ملي كتكون الدار دافيه ولا لابسه البينوار ديالها بحال هكا البنات كيجي السروال بحال هكا شوفوا هذا ديال القطن وهاد الفوق ديالو بحال هكا يعني هما ما تخانينش لهاد البرد ولكن بحال مثلا وقيت النعاس وداكشي لبسوهم ويا راه يتغطاو مزيان يعني مريحين ولا مع البينوار فهاد الحاله وهذا جات هكا هاد البيجاما هذا غير جاي شويه يمكن كبير حتى هو جات تجي مجموع من التحت ومن هنايا ديري بحال هكا كنظن هاد البيجاما بارده شويه على الكري هادي نخليها لهذا الربيع المهم البنات هادو خديت لهم خديت لها نيشان 7 سنين يعني كما كتعرفوا داني عندها 6 سنين ولكن كنت ناخذ لها الحوايج ديال 7 سنين يلاه كيجيو قدا حتى واحد الزغبه نديرو جنيو قبيله نزوج شنو خديت هاد المره راجلي خديت لها السروال ديال الجين هذا اللي خديت ليه الطايه 31 30 صراحه جا هو هذاك هادو ما كيجي بحال هكا زوين كاليدات ديالو مزيانه عجبو ونورمال ما تيعجبوش السراو ديال الجين ديال زعما ديال لي سيتو داكشي برو قلت ناخذ ليه هذا يجربو عجبو نهار على نهار شي حاجه مزيانه وخا كيبان هنا كيجي زوين كيجي ملبوس انا الا بغا غادي نقول يقيسو ونوريكم كيفاش كيجي ملبوس إيه. هاد الشاكيطه اللي كنصحكم بزاف الدراري تاخذوها لي زعما شي واحد ياخذها للولاد ولا الازواج ديالو ما بغا راه زوينه 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 بزاف كنصحكم بها الثمن ديالها كان مناسب يمكن لها كانت 35 البنات وغزاله شوفوا عرفتي كتجي في البنات انا بعدا حمقاتني بزاف بزاف بحال اي شاكيطه اللي كناخذو من زهراء ولا من الحاجات الاخرين مستيقية بزاف وزوينه شفتوا وكما قلت لكم الثمن ديالها كان مناسب 35 اورو البنات هذه خديت الطايه امي هي مكتوبه هنا وجاتو هي هذيك القياس يعني خذوا القياس ديالكم كيجيو فيها الجوبه هنايا شفتوا المهم انا الى قيسها ونوريكم كيفاش كتجي بالبوس انا بعدا حمقاتني التشاكيطه هذا كان يعني وليداتكم لازواجكم بغاو التشاكيطه نصحوهم بهذه راه غزاله وخديت لي وحده اخرى هي هادي حتى هادي غزاله حتى هادي سخونه غير هادي فيهاش القب كاين ناس اغلبيه كيعجبهم القب هادي مثلا للخروج ولا شي حاجه كتجي بحال هكا حتى هي زوينه سخونه هي جات شويه كبيره كتجي من الكمام بحال هكا هي بحال هكا شوف فيها الجيوب تاعي غير هي الجيوب ديالها مفيهمش سلسله وهاد العيبان هنايا راه كتحيد ها البنات هذه خديت امتى هي وجاتو شويه كبيره يعني هذه بحال من الاحسن تاخذوا طايه اقل من الطايه ديالكم باش تجيكم هي هذيك الكحلاجات وهي هذيك هذه جات شويه كبيره شويه غير اللون وداكشي زوينه الخروج هكا شفتوا على التوب ديالها كيفاش داير انا حمقاتني وحتى اللون والحاجه الاخيره اللي خليت حتى الاخر لحقاش هي احسن حاجه هي هادو قولي لي شنو هادو دنيا قالت لي هادو ماما واش كيديروا عقل شو دايرين المهم احسن حاجه احسن حاجه الصراحه كلشي هادشي زوين ولكن هادو احسن حاجه نديرو اليوم لكم البنات ونشوف تعرفوهم بعدا هما راه مشهورين بلاتين. شوفوا 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 البنات عرفتوهم هذا البنات هو اشهر بحال اللي قلتو بلاش ولا كولوريتي شين مشهور بزاف هاد الكولوريت تاع البنات غزالين انا عندي واحد خديت واحد ابارتك شريتو وعجبني لي هذا قلت غناخذ هاد الباك فيه كامل الالوان كيبان ليا لا غلوريا الى ان شاء الله جربتهم غندير لكم فيديو هنا تشوفوه معاهم سينو غندير لكم في تيك توك باش ندير لكم الالوان كاملين والاسماء ديالهم باش تبغيو تاخذوا منهم اما من ناحيه الجوده ديالهم كيحمقوا باش كديروهم في كاكولوريتي كيدمجوا مزيان وما كيبانش انكم دايرين بزاف ديال الكولوريتي يعني زوين 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 الحاجه الاخرى هي هذه حتى هي اللي كتحمق البنات شوفوا شوفوا انا بحال هاد اللحظات كتجيني بحال سكتة قلبية كيبغي يسكت ليا قلبي شوفوا 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 كيجيو انا كيقولوا لنا بس الفراش اللي كيجيو شوفوا شوفوا هاد الفراش شوفوا الالوان شوفوا الالوان شوفوا 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 حاجة البنات والله كنتي حمقوني هاد الفراش كنت باغا ناخدهم بحال هدا وأخيرا كتاب شوف
الوان داكشي. واو بالنسبه للرطوبيه انا نقول لكم نحيد هذا الغوز رطبين واعرين البنات واعرين واعرين الصراحه. شوف 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 المهم غنشوف هذه حتى هي هذه ديال هذه ديال كريم الاساس صراحه هي تبان واعره واعره. شوف شوف شوفوا شوفوا شي زينه البنات زوينه كتبان شفتوا. اما الالوان حمقوني انا كما قلت لكم ما كيعجبونيش الالوان ولكن الالوان باستيل كيحمقوني في الحاجات يعني نجيب الحوايج خصني نلبسهم بعض المرات في الحوايج ولكن اغلبيه كيعجبوني في الديكوراسيون في الفراش في العلب ديال المكياج. المهم الحاجات اللي كي بحال هكا الحوايج ديالي كنلبسهم ولكن قليل كنفضل الالوان باستيل على الالوان الاخرين. وصافي كيجيكم هذا الباك هذا البنات بدل الحوايج. جيت باش نقول لكم بالسلامه لانني فجيت كندير المونتاج لقيت راسي ما قلت لكمش بالسلامه. فاش بديت كنقلب كنشوف يعني واش خاصه شي حاجه ياك ما نسيت شي حاجه نط كنقلب هكا شحال مره كنسى شي كارطون ديال شي صباط ولا شي حاجه ما وريتهاش لكم وكنوض نقلب من بعد كنرجع وكنقول لكم بالسلامه. فوز انا منين نط نسيت وطفيت الكاميرا صافي مشيت بحالي حتى جيت كندير المونتاج لقيت راسي ما قلت لكمش بالسلامه. وديك ديك الشيء باش قلت لكم دابا جيت نقول لكم دابا بالسلامه غتشوفوني نبدل الحوايج باش نشرح. وصافي حبيباتي تهلاو ليا فراسكم كنتمنى يكون عجبكم هاد القطع اللي اختاريت هاد المره من شاين. ما تنساوش انا خليت لكم جميع الروابط في خانه الوصف الكود برومو البنات تقدروا تستعملوا راه 15% يعني ديما كاين فين ما لقيتوش كود برومو ولا بغيتو كود برومو هزوا الكود برومو ديالي راه كنخسر لكم 15%. انا براسي كنستعمله فاش كنبغي ناخذ داكشي اللي كنبغي نشري مثلا وما كنقدرش نشاركو معاكم ولا داكشي تفات وهذا اللي كيعجبني مره مره ندوز كوموند بشين. كما كتعرفوا انا كاين ولات كتجيني شين يعني مغريه اكثر من بريمارك فاش كندخلو نبقاو نهزو في الحاجات بوز شين ولات كتبان ليا بحال هكا كندخل باش نشري شي حاجه كنصدق حاطه 100 طورو 100 وشي حاجه. لهذا خليت لكم الكود برومو باش بعدا نخسر لكم ديك 15%. ويلا بوسه كبيره لكم وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. بسلام عليكم بوسه كبيره.